نعم، على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية بشار منذ ليلة البارحة، وللوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها فيضانات وادي بشار، حل اليوم وفد وزير هام برئاسة السيد إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية، مرفوقا بالسيدة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني، والسيد الخضر خروخ وزير الأشغال العمومية، والسيد بوعلم غلاف المدير العام للحماية المدنية. أين وقف الوفد الوزاري على العديد من النقاط وعاين حجم الأضرار عن قرب؟ ولأكثر التفاصيل يحضر معنا السيد إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعة المحلية. مرحبا بك سيدي الوزير، ماذا لو توفينا بأكثر التفاصيل عن هذه الزيارة، وأين وقفتم على عديد النقاط، وماذا عن التدابير التي ستتخذونها للحد من خطورة هذا الوباء؟ إذن بعد تكليف من السيد رئيس الجمهورية السيد المجيد تبون، تنقلت ورفقة وزير التضامن ووزير الإشغال العمومية لمعاينة الأضرار التي لحقت بشار بالنسبة لمنشآتها القاعدية وبالنسبة لبعض المباني وبالنسبة لبعض المساكن. قمنا بداية بمعاينة إذن هذه الأوضاع التي أقل ما نقول عنها أنها كارثية. يعني ما كنا نتوقع أن في بين ليلة وضحاها يعني يكون الأمر هكذا في هكذا أقول كل المدينة، إنما الحمد لله هنا وهناك كان فيه تسخير كل وسائل من قبل السلطات المحلية وكل وسائل لتقليل من هذه الأضرار، وفيه تدخل كذلك بطبيعة الحال عوان الحماية المدنية، هم قرابة 1200 عون من هنا من بشار وجاءوا من الولايات المجاورة ولحقوا لنا بصعوبة، ومن الجيش الوطني الشعبي. احنا بمجرد ان التحقنا هنا عايننا بعض من النقاط وشفنا يعني هذه طبيعة الأضرار التي إذا انجرت عن هذه التقلبات التي ممكن لم نكن نتوقعها، باعتبار أن في ظرف وجيز جدا أقل من 24 ساعة ب 120 ملم. إذا هذه الأضرار أساسا صعب الحياة للمواطن، مادام في قطع الطرقات في وسط المدينة، جسور انهارت، السكة الحديدية بقات معلقة كل ما تحتها يعني ما كان مشى، وفيه اضرار لحقت ببعض من البيوت الماء دخل لهم وبعض من المحلات التجاريه. اذا احنا اليوم رانا هنا في اجتماع لنقيم ونقوم كما دوما اقوم بهذا بتعليمات من السيد رئيس الجمهوريه، عندما يتعلق الامر بالمواطن لابد ان نعتني به، ولابد ان نكون معه متضامنين متآزرين، ولابد ان يعني نشد بيده ليعرف ان دولته راهي معه، ما نخليوش ابدا. من طبيعي هنا وهناك سمعنا بعض من الناس كيشوفوا وضع كيما هذه، ومازال احنا هذا رانا في بدايه الامر، يتخلقوا شويه ويقول لك ورحم بات ورحم بات الاولاد تاعي، ولكن لازم يعرفوا ان الدوله ما تخلاش عليهم ابدا. لكن رانا اليوم احنا رانا في اجتماع لهنا باش نشوفوا اذا طبيعه هذه الاضرار، حجمها يعني الشيء التقييم نتاعها وتقويم، بدايه تطبيع الوضع بالتدخل الفوري من قبل الوسائل المتواجده وبمساعده الجيش الوطني الشعبي راه متواجد، وان شاء الله احنا اليوم رانا جايين لهنا، مادام طرقات كذلك اللي تجيب البشار راه بعض من الصعوبات التي يلتحقوا بصعوبه من الجزائر العاصمه، الجيش الوطني الشعبي خصص اذا طائرات لحمل العتاد والعده، فيه 504 ثاني هذه عون تاع الحمايه المدنيه راهم يلتحقوا بكل امكانياتهم بكل اعتادهم، وفي فرق متخصصه تاع القوارب تاع السينوفيليه، كل وسائل راهي متواجده، اللي راهم لهنا يخدموا راهم على قدم وساق، ولكن راح نزيدوا يدعموهم اكثر فاكثر، يعني باش ان شاء الله في ظرف وجيز جدا ان شاء الله سنعيد الى بشار ان شاء الله حياتها الطبيعيه. معالي الوزير، اين وقفتم في العديد من النقاط، ماذا عن في خصوص ماذا التكفل بالعديد من العائلات اللي تضررت؟ لا الحمد لله السلطات المحليه راهي قامت باحصاء هذه العائلات، وعند الضروره لابد تاويهم كما هو الحال دائما، كما هو الحال دائما، وحنا راهي في اجتماع مع كل المعنيين لإذا إحصاء كل ما هم في بحاجة إليه، والأمر كما هذا احنا ما نشوفوش دون تحفظ، لكن واش لازم
مخصصات مالية إذن إن شاء الله نخصصها لإعادة الأمور إلى طبيعتها. تعلق الأمر بإعانات لكل الذين يعني ممكن ضيعوا المحل التجارة السلعة تاعهم، البنايات إعادة الاعتبار لها، المرافق العمومية بطبيعة الحال، المنشآت القاعدية كالجسور كالسكة الحديدية، كل هذا نقوم به كما هو الحال على مستوى ولايات اخرى. وحنا اليوم الحمد لله ان يبدو ان الطبيعه راهي اكثر يعني قسوه الان، راهي الامطار بدات تخفف والواد بدا ينخفض، خفض من ناحيه المنسوب تاعو، راهي الامور ستتطبع حتما، وان شاء الله رانا نتبعوا الامر هذا بعد إذا الجلسة هذه، نعرف كل واحد الدور الذي سيقوم به، وتكون فيه لجان للإحصاء والتقييم، وإن شاء الله الأمور سترجع إلى مجاريها في أقرب الأجال. هذا ما دوما نعمل به، وهذا ما يحرص عليه السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وإن شاء الله المواطن ما يخافش، الدولة تراه معه تضامنا وتآزرا. شكرا معالي الوزير، ولأكثر تفاصيل سنوافيكم بها في نشراتنا اللاحقة.